السلام عليكم. ما زالت الزيارة التفاقدية الأولى من نوعها والتي قادت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوني ولاية الجلفة تصنع الحدث في الجزائر ومواقع التواصل الاجتماعي، ولعل ما لفت انتباه الجميع هي تلك المرأة الطبيبة والتي رفضت مصافحة الرئيس الجزائري تبون بيدها، وهي فمنهم من أعجبته الفكرة ومنهم من عارض وقال أنه لا يجوز للمرأة مصافحة الرجل حتى وإن كانت معزولة أو ترتدي قفازات، كما رأى آخرون أنه يجب على السلطات العليا في البلاد الفصل بين الرجال والنساء في كل مجالات العمل لأننا في بلد عربي مسلم.